السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين وطلبة الدراسات العليا. بعد ما أنهينا بالمحاضرة السابقة الخاصة ضمن البلاي ليست للهيك ريزرفوار سيموليشن، أنهينا الفيزيكال وصلنا للأوبريشن. اليوم راح ناخذ المحاضرة قصيرة جدا، بس شلون أفعل الأوبريشن. طبعا هذا السؤال أم وردني ظهر الأخوة ما منتبهين عليه، إنه أنا أخلص فيزيكال الأوبريشن من أروح لما متفعل أدخل البيانات، ما شنو أسوي؟ تروح على هذا الخيار، عندك الان خيارات عديده، ريزرفوار اديت اوبريشن، فتروح على اوبريشن تقول له نيو، تمام؟ يقول لك انطيني اسم الاوبريشن، سمي لي هسه انا الاوبريشن يا خزان، اقول له اوبريشن، راح اعطي اي اسم، اقول له اوبريشن او بي اي ار اي تي اي او ان اوبريشن حديثه ريزرفوار سميته بهذا الاسم، تمام؟ ديسكريبشن مو يعني ضروري تضيفه، يعني ما راح يتوقف الحل اذا ضفته او لا. تقول له اوكي، لاحظ تفعل بهذه الصيغه. هسه راح نجي نضيفهم خطوه خطوه. اول خطوه اللي هي خاصه بالفلوت كنترول، وعندك بالكونزرفيشن، وعندك بالانكتف. تنطي هاي الخصائص كلها، انت تنتقل لهنا تريد ضمن من ضمن الباور بلانت. فهسه هنا ينطيك اياها، هو يطلبون عندك هذه الامور الخاصه بهن كلهن، الاوتيج الستوريج وغيرها. هاي الامور كلها انت راح تقدر تمليها عن طريق اللي بعد ما فعلت الاوبريشن. هاي هي اهم خطوه، راح صح يكون فيديو قصير، هسه راح نتعلمها ان شاء الله، راح نتعلم هاي الخطوات. ايضا راح اسوي لكم فيديو كامل نضيف كل هذه الامور، وايضا راح نضيف شلون نتعلم نسوي الفايلات اللي خاصة به. احنا اذا نشيل الفايلات اللي سويناها نقدر نسميه نضغطهن بفايل ونسميه الفيزيكال اليمنت اوف نتورك موديل، والجدل اللي نسويه نسميه اوبريشن اليمنت. واحنا مثل ما نعرف البرنامج متقسم الى اثنين يعني كونفيجريشن او اثنين خصائص خاصة به، اللي هو الخاص بالهايدروبور بوتنشال اللي هي ريزرفوار سيموليشن، متقسم الى اثنين. بس راح اوضح لكم بهذا الرسم، عندنا الريزرفوار نتوركر متقسم الى اثنين، القسم الاول هو عباره عن فيزيكال داتا، تمام؟ وهذا عندنا اوبريشن داتا بي، تمام؟ فهاي انه هسه احنا هنا الفيزيكال والاوبريشن. فهسه احنا انهينا بالمحاضرات السابقه الفيزيكال وصلنا الى الاوبريشن، ان شاء الله راح نشرحها بالمحاضره القادمه ونبين الفايلات الخاصه بي وشلون ندخلهن حتى تكون واضحه امامكم بالتفصيل الدقيق. اذا عندكم اي سؤال او استفسار بخصوص تفعيل الاوبريشن اليمنت الخاص بالريزرفوار ضمن الهيك ريزرفوار سيموليشن تقدرون تراسلونا على القناه او تبعثون لنا ايميل او كومنت، وان شاء الله نجاوبكم. واذا المشكله تحتاج الى فيديو ايضا نسوي بيه فيديو وننزله. نلتقي بكم ان شاء الله بالفيديوهات القادمه. دمتم بامان الله وحفظه.